يعني نتحدث عن آخر التطورات المتعلقة بتطبيق تيك توك، ولا سيما أنه في تطورات جديدة كل يوم تقريبا. هل فعلا اليوم التطبيق يواجه خطر الحظر ليس فقط بالولايات المتحدة الأمريكية وعلى الأجهزة التابعة للحكومة الأمريكية، ولكن على نطاق أوسع أيضا؟ سؤال، أول شيء مساء الخير أو صباح الخير لألي كل المشاهدين الكرام. طبعا تيك توك شاغل الإعلام الأمريكي خاصة بالأسابيع الماضية، وهناك دعوات لحظر هذا التطبيق. تم تمرير مذكرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن بحظر هذا التطبيق على أجهزة سمارت فونز الخاصة بالموظفين الفيدراليين. الخوف طبعا هو خوف أمني، ولكن وراء هذا الخوف هناك صراع وتنافس بالأحرى بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، تنافس كتير كبير على التكنولوجيا، وأمريكا ما تخاف من الصين لأنه التطبيق عم يكبر يوم بعد يوم. أنا كنت عم أقول من فترة أنه هذا التطبيق سيكون هو التطبيق الأساسي والأول في العام 2023. فعلا نمو هذا التطبيق كبير جدا، ليس فقط داخل الولايات المتحدة وخارج، ولكن أيضا خارجها. على كل حال، هذه المساعي بدأت من الرئيس الأمريكي حتى دونالد ترامب، اللي كان عم بحاول خلال عام 2020 أنه يحظر هذا التطبيق بشكل كامل. اليوم أيضا هذه المخاوف انتقلت إلى أوروبا، تحديدا فيما يتعلق بالسلامة النفسية للأطفال، خصوصية المستخدمين. يعني في الكثير من الأسباب اليوم التي تدعو للخوف. كان في محاولة أيضا بتيك توك بتهدئة هذه المخاوف الأوروبية. هل تعتقد أنه التطبيق سوف ينجح اليوم بضمان استمراريته تحديدا بهذه البلدان؟ رح أعطيك نظرية يمكن تكون غريبة شوي. أنا بقول أنه ما حصل اليوم في المطارات الأمريكية من وقف الرحلات بسبب تعطل النظام الأساسي الملاحي، وهني ما قالوا أنه هذا اختراق أمني أو إلكتروني سبراني. أنا بقول، أنا تقديري الشخصي أنه هيدا كان اختراق سبراني مثل ما حصل مع كندا. هيدا اللي صار بعتقد راح يعزز المخاوف من أنه الصين قادرة توصل لتخترق الأجهزة الحواسيب والأجهزة الإلكترونية الأمريكية، وتقدر تحصل على الداتا للشعب الأمريكي من خلال تطبيق تيك توك. ولكن أنا بقول شغلة تانية، إنه الذكاء الاصطناعي الارتفيشال انتليجنس عم بيحقق قفزات نوعية كل يوم في شغلة جديدة، فما بعرف إذا بالفعل إذا حضروا هذا التطبيق بأمريكا على بعض الأجهزة، ما بعرف قد حيكون في تأثير. ولكن يبدو الخطوة الأكبر هو حظر تيك توك بشكل تام بأمريكا ولاحقا في أوروبا. ربما هذا هي مقاربة تدريجية. على كل حال سوف ننتظر لنرى ما ستكون عليه التحقيقات فيما يتعلق بوقف الرحلات بالولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس جو بايدن كان طلب تحقيق بهذا الموضوع. المقاربة التدريجية التي تتحدث عنها أنه ربما تبدأ بالأجهزة التابعة للحكومة الفيدرالية وبعد ذلك تصبح واسعة النطاق. هذا النموذج تم تطبيقه في وقت سابق في الهند، ولكن هناك مجموعة قيم تتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية، والشركة تطمئن أن الخوادم موجودة داخل البلاد. يعني كيف ممكن اليوم الموازنة بين تقديم الحجج لحظر هذا التطبيق من جهة أخرى، وأيضا القيم التي تقوم عليها الولايات المتحدة؟ بالفعل هو الموضوع شائك جدا، لأنه كمان إلى درجة ما الموضوع أخلاقي، له علاقة بحريات عامة، له علاقة بحرية التعبير. الموضوع شائك وبالفعل بحاجة لإعادة نظر. هلأ ما بعرف إذا بالفعل هذا الحظر شو هو التأثير اللي رح يعمله. أنا برأيي ما رح يعمل أي تأثير، هو مجرد قرار اتخذ قد يتم مثل ما قلنا تعميمه، ولكن
هذا لا يعني أن التطبيق لن يتطور ولن يكبر، ومثل ما قلت قبل لكن هذا تطبيق ستكون ربما العقبات والعراقيل كبيرة أمامه، ولا سيما أنه حقق نمو كبير خلال السنوات الأخيرة تحديدا بصفوف الفئة الشابة في الولايات المتحدة وفي خارجها، وبات الاعتماد عليه كبيرا. بموضوع هذا التأثير، إذا غاب بهذا الأسواق الكبيرة، السوق الأمريكي، السوق الأوروبي، إلى أي مدى هذا سيضر أيضا بوضعية التطبيق بشكل عام بالتنافس بينه وبين تطبيقات أخرى؟ باختصار بقول لك، نظرا ل اذا بدك التطور الحاصل بمجال التكنولوجي، انا بقول انه حتى لو تم حظر التطبيق بشكل تام بالولايات المتحده الامريكيه بعد فتره، هون عندنا يعني انا موجود على تيك توك، يمكن بعد فتره ما اكون موجود، ولكن حتى لو تم حظره رح يلاقوا طريقه الناس يقدروا يرجعوا يفوتوا على تيك توك، لانه تيك توك صار مرتبط بالبزنس تبعهم مش بس بحياتهم الشخصيه. في ناس بامريكا بيعملوا بزنس من خلال تيك توك، هيدا رح يرفع الصوت عاليا ضد هذه الخطوه، لانها حتعمل ضرر ربما للاقتصاد الامريكي. في كثير مثل ما قلت، الموضوع شائك ومعقد جدا، ما تمام. بعرف منين بده يقدر. فعلا الموضوع شائك كثيرا، متعلق ايضا بشركات وموضوع تسويقها، ولكن يعني موضوع الامن القومي ربما يتغلب على كل المواضيع الاخرى، لا سيما عندما يتعلق الموضوع بالبلدان وليس على نطاق ادنى. بدي اشكرك لوجودك معنا هذا الصباح من واشنطن، الخبير في تكنولوجيا المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي امين ابو يحيى، شكرا لك.